مباراة الذهاب أمام أسك أبيجون 0-0، وعولت كثيرا على مباراة الإياب كي يحقق الفريق التأهل للدور الموالي من هذه المنافسة. مع ذلك الحذر واجب، يعد من أقوى الأندية في إفريقيا، تجربة كبيرة، خرج مرتين فقط خلال السنوات التسعة الأخيرة من هذا الدور. كان من الطبيعي أن يبادر فريق أسك أبيجون بالهجوم مع الانطلاقة، خصوصا وأن هدفا هنا يعني شيء الكثير. الدقة 23 جون سيدي مارك يتمكن من إحراز هدف السبق لفائدة فريق أسك أبيجون، ويفاجئ الفريق الخريبكي الذي أصبح مطالبا بإحراز هدفين لضمان التأهل. تسديدة هنا بين يدي حارس المرمى. التطلعات كبيرة بالنسبة للجماهير الخريبكية والمغربية، خصوصا وأن هذا اللقاء يأتي يومين فقط بعد النكسة الكبيرة لفريق الوداد البيضاوي أمام وفاق سطيف الجزائري في منافسات الشامبيونز ليج العربية. هدف السبق منح أسك أبيجون دعما نفسيا كبيرا، وراح الفريق يبحث عن أهداف أخرى. هنا محاولة أخرى يصدها حارس المرمى. الشوط الثاني من المواجهة سيتمكن فريق أولمبيك خريبكا من إحراز هدف التعادل بواسطة اللاعب جمال تريكي. وقع الهدف في الدقيقة 67. كانت هناك محاولة أخيرة لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، كادت أن تمنحه هدف آخر رغم